بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا حتى لا نضل أو نذل. اللهم اجعلنا من هادين المهتدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. من كان يريد العاجلة عجلنا له، وقال في آية أخرى قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني اختيارك كان سيء، فأنت في زيغان وانحراف وبهتان. يزيغ ربي علاش؟ خاطر المسألة مربوطة ببعضها. إذا كان البداية كانت سيئة، اللي ما يتبع تلك البداية وإن كانت نمو ثانية الذي سيتبعه يكون أسوأ ربما، إلا إذا كان ربي يلطف بيك ووقفتك وقفة بتاع محاسبة النفس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا كان حظك من الله، مش حظ لازم، حظك من الله، ما كان مكتوب لك أن تجيك لحظة محاسبة النفس هانية لك، لأنك ستنطل الإبليس تفرشه كما يقول العامة، تملص منه وتعاديه وتكشفه وتحاربه وتنبه الناس على شر ما هو واقع فيه لإضلال الغافلين اللامبالين للحظتهم هذه واللحظات التالية. فالانسوسيونس أنا جامي في دو بيان، دونك ألي ألي بيان ألي بيان ديريكتومون فير الله. Il va vous soutenir, il va vous donner un sens à votre vie qui peut vous émerveiller. Et puis après cet émerveillement, vous serez engagé dans la voie divine. Et c'est ça ce qu'il faut pour un être qui sait raisonner et qui sait calculer le bon calcul. Wassalamu ala. من اختار السنة والعاجلة هي العاجلة.